سيصنعون شهدائنا شهداء ثورة 17 من فبراير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تدريب يا نجم تنمية. شكرا. بالمنطقة الاستثنائية لقوات الجيش الليبي الملعب في مدينة فوارة يوم الأحد الماضي 14/5/2017. يطالع قوات الجيش الليبي بقلق شديد ما يجري في الوطن الليبي الحبيب من انتصارات سياسية وصراعات وتدخلات خارجية جعلت الوطن على أعراف انهيار كامل على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي. أعتذر من الجهود المبذولة من بعض الأطراف لإحلال الأمن والاستقرار، إلا أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن. وقد حافظت قوات الجيش الليبي خلال الفترة الماضية على إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، وشاركوا بفاعلية في كل الحروب كانت لتحرير الوطن من الاستبداد في 17 فبراير أو التي كانت ضد منظمة داعش الإرهابي. وقد تفاعلوا خيرا بتوقيع الاتفاق السياسي وإنهاء الانقسام من أجل إحلال الأمن والاستقرار، والبدء فوراً في بناء مؤسسات الدولة والتي من أهمها المؤسسة العسكرية، والاهتمام بها وإعادة هيكلتها ودعمها باعتبارها أهم